أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر الاقتصادي ومنصة على التليفون المحمول اعتبارا من غد الخميس. وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن الموقع يستهدف فتح الفرصة لكافة المعنيين والخبراء والشباب غير المشاركين بالمؤتمر للمشاركة بآرائهم في المؤتمر، موضحا أن المشاركين بالمؤتمر سيكون من 400 إلى 500 مشارك. طب احنا بنتكلم على عدد مشاركين هيبقى في حدود ما بين 400 و500، ممكن عدد كبير من الشباب والخبراء اللي ممكن ما يبقوش موجودين معانا يقولوا طب احنا كمان عندنا افكار وعايزين نتيح ونعرض افكارنا. فعشان كده الحقيقه هنطلق اعتبارا من الغد موقع الكتروني للمؤتمر، بحيث نفتح فيه الفرصه لكل المعنيين وكل الخبراء وحتى الشباب ان هم يشاركوا بارائهم وشايفين رؤيتهم ايه، وهم من وجهه نظرهم ان الدوله عايزه المفروض تركز، ولو في افكار ممكن بيبقى احيانا كثيره جدا ممكن تبقى في افكار غير تقليديه او بره الصندوق بيطرحها شبابنا، فيبقى في فرصه طبعا غير اللي هيبقوا مشاركين معانا في المؤتمر يبقى ايضا لو حد مش مشارك بنفسه جو او يعني زي ما بنقول بطريقه هو حاضر يبقى يقدر هو كمان يعبر عن رايه من خلال هذا الموقع. ويمكن حاليا هنعمل كمان منصه لهذا الموضوع او تطبيق على الموبايل نفسه على الهاتف المحمول، غير الموقع يعني ان هو يقدر يدخل عليه من الكمبيوتر، لا كمان هيبقى التطبيق على الهاتف المحمول، وهيبقى برضو بيطلق مع بكرة إن شاء الله.